صباح الخير، صباح الورد. كيفكن حبايب قلبي؟ شو أخباركن؟ طمنوني عنكن، إن شاء الله بخير. إن شاء الله يا رب تضلكم بخير وصحة وعافية. خلينا نبلش فيديو اليوم بالصلاة على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا كنتوا أول مرة عم تشوفوا القناة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. وإذا كنتوا من أصدقائنا بالقناة، فيا أهلا وسهلا بالجميع. وبفيديو اليوم إن شاء الله رح أعمل معاكم الكيكة التركية ورح أطبخ فاصولية خضراء. خليكم معي لآخر الفيديو وشوفوا كيف عملت الكيكة وكيف طبخت الفاصولية. خلونا نبلش أول شي بتحضير الكيك، لاني بتعرفوا هاي الكيكة بتاخد وقت بالتحضير، لاني شفتوا بتتحضر على مراحل. اول اشي حطيت البيض وحطيت الفانيليا وحطيت لون السكر وخفقتهم مع بعض. بتكون تتموا تخفقوا البيض لحتى يصير مثل الكريمة. تقريبا اخد معي تقريبا بين 3 دقايق والاربع دقايق حتى صار بهذا القوام. بعدين نخلت له الطحين والباكن بودر وحركتهم. يا صبايا بدكم تنتبهوا لهي المرحلة، انه هون ما بدنا نخفق خفق، يعني مجرد تحريك او مثل ما بيقولوا تقليب. بدك تقلبي الخليط من فوق لتحت حتى يختلط الطحين. وبعدين هون صار الخليط جاهز، حطيته بقالب تشيز كيك. ويا ريتني ماني حطيته بقالب تشيز كيك. حضروا معي الفيديو للاخر وشوفوا ليش، انه شو الغلط تبعي اني حطيته بقالب تشيز كيك. المهم حطيته بقالب تشيز كيك ودخلته على فرن محمى على درجة حرارة 180. تقريبا اخد معاه يعني 25 دقيقة، وما شاء الله كان مستوي وكتير كويس، حتى نفشته ما شاء الله تبارك الرحمن كتير كويس. وبعد ما استوى الكيك طلعته من الفرن، قلت خليه يبرد على راحته وانا خليني حضر الكراميل وحضر الكريمة. اول شي حطيت السكر على النار على نار هادية حتى يتكرمل معي السكر، وبهالوقت بلشت اخفق الكريمة. خفقت الكريمة وحطيتها بالتلاجة كمان حتى تبرد. وهلأ هون حضرت الكراميل او التوفي. ناس بتقله كراميل وناس بتقله توفي. هو انك تحطي السكر على نار كتير هادية، عن جد لازم تكون النار كتير هادية حتى السكر يتكرمل معانا وما يحترق. حطيته على النار لحتى داب السكر، ولما شفته داب حطيت له معلقة زبدة. وبعد ما اختلطت الزبدة مع السكر حطيت له 3/4 الكاسة كريمة. هي علبة بتجي 200 ملي تقريبا، بتطلع 3/4 الكاسة حطيتها. وحركته كتير منيح، وبعدين طفيت الغاز عنه وتركته لحتى يبرد. هي صحيح هاي الكيكة بتاخد وقت بالشغل، ويعني بتتحضر على مراحل انك تسوي الكيكة وبعدين تسوي الكريمة وبعدين تسوي الكراميل، بس بسم الله وما شاء الله عن جد من اطيب الكيكات. عن جد لما بتاكلوها هيك بتبرد على القلب، سبحان الله عن جد. يعني بتحسوها مناسبة للصيف اكتر من الشتاء، لاني انه بتسقوها بالحليب وبتحطوا لها الكريمة باردة وبتتبرد هي هاي الكيكة وبعدين بتتاكل. عن جد كتير طيبة هاي الكيكة، بنصح الكل يجربوها عن جد والله. يعني مو مثل الكيك العادي، هلأ الكيك العادي هداك بتاكلوه مع الشاي مع النسكافيه، بس لا هي هيك بتاكلوها يعني لحالة، كتير طيبة وخفيفة وعن جد هيك بتحسوها مسقسقة ومغبغبة هيك بالحليب، عن جد كتير طيبة. يلي ما جرب هاي الكيكة عن جد نصيحة مني انه يجربها. هاي هون الكيكة بعد ما طلعتها انا من الفرن قلبت على وجهها التاني وشلت ورق الزبدة ورجعت رجعتها على قالب تشيز كيك. هلأ هو المفروض هاي الكيكة حصرا انها تنعمل مثلا بالصينية او مثلا بصحن البايركس، يعني هاي الكيكة ما لازم تنقلب بعد ما تنحط لها الكريمة والتوفي. هلا شوفوا انا شلون طلعت معاي. هلا هون انا اضطريت احطها بقالب تشيز كيك لاني هي كميتها صغيرة وما عندي صينية مقاسها مناسب لهاي الكيكة، فقلت بعملها بقالب تشيز كيك. وبعد ما بردت الكيكة تماما سقيتها بكاستين حليب. عن جد ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني غبتهم هاي الكيكة مثل السفنج. في ناس بتحط حتى اكتر من هيك حليب، بس لا انا لقيت كاستين حليب كتير ممتاز لهذا المقدار. بعد ما غبت الحليب كلياته حطيت طبقة الكريمة، هاي الكريمة اللي عملتها وحطيتها بالتلاجة حتى تجمد، وهذا التوفي. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، عن جد طلع عن جد قوامه بشهي القلب، حتى لونه ما شاء الله تبارك الرحمن والله بشهي القلب. في ناس بتقله توفي وفي ناس بتقله كراميل. المهم بعد ما حطيت طبقة الكريمة حطيت طبقة التوفي فوقه ومديتها يعني على كل القالب، وتركت الكيك تقريبا شي 5 دقايق. قلت خلي انه ياخد مجاله يعني، والكراميل والكريمة يعني هيك يتهدوا فوق بعضهم. وبعدين كنت شايلة شوي من الكريمة، قلت خليني زين فيها قالب الكيك.
وعملت له خطوط بهذا الشكل، وبعدين بنكشت الأسنان عملت له خطوط بالعرض. أكيد باين عندكم بالتصوير شلون يا صبايا. عن جد ما شاء الله تبارك الرحمن، شقد كانت سلسة وشغلة يعني ميسر. صحي بتاخد وقت بالشغل بس يعني إنه سهلة يعني، وسبحان الله مو مثل الكيك العادي، يعني هاي نجاحها مضمون. شوفوا يا صبايا هون أنا لما جيت فكه، شوفوا كيف خرب شكله، يعني شايفين كيف؟ يعني يا ريتني عملتها بطبق انه ما يتحرك او ما فكه، يعني لو عاملينها بصينية او بالبايركس كان تمت الكيكة على شكلها. بس انا الغلط تبعي اني عملتها بقالب التشيز كيك، لما جيت اقطعها شفت بقالب التشيز كيك ما بتتقطع، فقلت خليني فك الاطراف تبع القالب. لما فكيت القالب نزلت الكريمة والكراميل اللي كان على الجناب، فخرب شكل الكيكة. يعني نصيحة مني، يلي بده يعملها يعملها بالبايركس او بصينية. عن جد ما شاء الله تبارك الرحمن، هون لما خلصتها ابني قال لي بدي منها فورا، يعني ما صبر على قد ما شاء الله ما كان شكله عن جد مغري ومشهي. شوفوا يا صبايا هي قطعت هاي القطعة عن جد مثل الرغوة، عن جد هيك بتحسوها عن جد. وش قد ما قلت لكم طرية فهي طرية ومغبغبة بالحليب، والحليب له زيادة ولا انه عم بتشرشر ولا شيء، ما شاء الله تبارك الرحمن. هلا هون انا قطعت له لابني قطعة ودقتها، عن جد شيء بشهي القلب. نصيحة مني انكم تجربوها. هلا هون انا رجعت على الثلاجة، قلت خليها تبرد شوي وتتغبغب كلها، وبعدين بعمل فنجان قهوة على رواق وبقعد باكلها وبشرب القهوة وهيك بتلذذ فيها على رواق. هلا هون حطيت الكيكة بالثلاجة وقلت خليني جهز طبختي. اليوم بإذن الله رح أعمل معكم فاصولية خضراء، فاصولية خضراء على طريقتي. ما بعرف انتو شلون بتطبخوها، أنا هاي طريقتي بالفاصولية الخضراء. أنا أحيانا بعملها بلحمة وأحيانا بعملها بزيت وأحيانا بعملها بمرقة جنب الرز. بس اليوم والله هاي السنة عن جد يعني رح يخلص يمكن موسم الفاصولية وما أكلناها هاي السنة، فقلت حب أعملها بلحمة وناكلها تغميس. انا عيلتي بتحب تاكلها بلحمه بتغميس، واحيانا والله بس مرات كتير قليله حتى اعملها بمرقه. فامبارحه لما نزلت على سوق الخضره وجبت خضره لقيت فاصوليه، فجبت تقريبا كيلو ونص. بس ما شاء الله تبارك الرحمن يعني هي كتير على عيلتي، قلت بطبخ منها طبخه وبشيل طبخه بالفريزر. احيانا بكون واحد محتار او ما عنده شيء يطبخه بلاقيها جاهزه. هلا هون انا طريقتي بتقطيع الفاصوليه اني بشلها العقوب وبعدين بفسخها بالنص. في ناس ما بتفسخها، بتفرمها ناعمه، وفي ناس بتفسخها، في ناس تفرمها حتى اكبر من هيك. انا هي طريقتي، بفسخها وبعدين بفرمها، يعني هي ما كتير كبيره ولا كتير صغيره، وسط. هون طبعا انا كنت غسلتها للفاصوليه قبل ما ابلش اني افسخها، وبعد ما خلصتها جبت اللحمه حطيتها وبلشت اقليها. الفاصوليه التغميس انه عن جد لازم تكون اللحمه تبعيتها مدهنه، يعني انه عن جد الدهنه بتعطي طعم كتير طيبه للطبخه. ما شاء الله تبارك الرحمن طلعت الفاصوليه يعني كميتها كتير منيحه. قلت بين ما تستوي الطبخه خليني انه احضر هاي اللي بدي اضبها بالفريزر. بتعرفوا انا طريقتي بضب المونه بالفريزر، بحط مي وملح وبحط لها شويه سكر عشان تحافظ على لونها. هون بلشت اقلي اللحمه وقشرت حبتين توم وفرمتهم شرايح وحطيتهم. انا بحط للفاصوليه الخضراء توم وبحط لها ملح وفلفل اسود بس، ما بحط لها شيء ثاني ابدا ابدا. وهون ما شاء الله صارت اللحمه جاهزه وحطيت الفاصوليه فوقها، يعني لما تقلت اللحمه والتوم حطيت الفاصوليه فوقها وبلشت اقليها. وهلا هون المي عندي غليت حطيت الفاصوليه. يا صبايا المي اللي بدي اغلي فيها الفاصوليه حطيت لها شويه ملح ورشه سكر، وبحط الفاصوليه بقلب المي. يعني بس من غلت المي انا حطيت الفاصوليه، ومجرد تقلب المي قلبه وحده يعني غلوه وحده وبس بصفيها للفاصوليه. وكمان هون طبختي مقابيلي عم بحركها كل شوي. هلا هون انا بتم بقلب الفاصوليه حتى تقريبا تستوي نص استوى، وفرمت البندوره كتير ناعمه وحطيتها فوقها. انا لما بفرم البندوره وبحطها فوق الطبخه ما بحركها، يعني بفرم البندوره وبحطها فوق الفاصوليه، يعني هيك بمد على وجه الفاصوليه وبغطي الطنجره وبخليهم يستووا مع بعض. تبارك الرحمن ما في ربع ساعه بعد ما حطيت البندوره كانت فاصوليتي ما شاء الله كانت مستويه وجاهزه. وانتو يا صبايا شلون بتطبخوا الفاصوليه؟ اذا عملتوها بلحمه بتعملوها بمرقه ولا بتعملوها مثل تغميس؟ في كتير ناس بيستغربوا انه الفاصوليه عن جد بتتاكل بالخبزه، انه جارتي عن جد بتقلي انه عن جد بتاكلوا الفاصوليه بالخبزه، انه نحن دائما بنعملها مثلا يا بزيت، انه هي قصدها الفاصوليه بلحمه انه بتنعمل بمرقه وبتاكلوها جنب الرز، او بتنعمل بزيت تغميس. بتقلي طول عمرنا بنعرف الفاصوليه اللي بزيت بس بتتاكل تغميس. قلت لا والله نحن احيانا بعملها هيك، ولما بدي اعمل جنب رز بعملها بدبس بندوره، يعني ما بعملها ببندوره، او احيانا حتى بخلط البندوره على الخلاط وبحط لها اياها، وهديك بحط لها توم وكزبره.
هاي لا بس بحط لها بقلبها توم. هلا هون شفتوا يا صبايا اني لما حطيت البندورة ما حركتها ابدا ابدا، غطيتها وخليتها تستوي على راحتها، ولما انه استوت الفاصوليه طفيت عنها الغاز وحركتها، ما شاء الله تبارك الرحمن طلعت بتشهي القلب. وهي هون الفاصوليه بعد ما غلت فورا صفيت المي عنها واستنيتها لحتى تبرد وبعدين عبيتها بالكيس. كمان هاي الفاصوليه اللي سويتها ما شاء الله تبارك الرحمن بتكفيني طبخه، ان شاء الله بعد فتره بطالعها من الفريزر وبطبخها. انا اليوم ببدايه الفيديو ما تشكرتكم على الدعم يلي عم تدعموني، هو عن جد بتشكركم من كل قلبي يا صبايا، وما رحب بالمشتركين الجداد يلي انضموا للقناة، عن جد يا أهلا وسهلا فيكم، عن جد والله شرفتوني ونورتوني، وإن شاء الله محتواي يعجبكم ويكون يعني مثل ما بتحبوا وأحلى إن شاء الله بإذن الله. عن جد يا صبايا بدي أسألكم، هل يا ترى هذا المحتوى يلي أنا عم بقدمه مثل ما بيقولوا محتوى مستهلك إنه صار ممل؟ يعني مثل ما بيقولوا صار شغلتي يلي ماله شغلة، انه عن جد انا لما جيت بدي افتح قناة واعمل روتينات، يعني هلا ببدايتي انا كنت نزل بس طبخات، بعدين قلت ليش ما بشارككم يومياتي، فاخذت هيك اراء بعض الناس فصاروا يقولوا لي انه هذا المحتوى يعني صار مستخدم ومستهلك كتير، يعني صار ممل، شو رايكم يا صبايا؟ عن جد انا المحتوى يلي عم بقدمه ممل ولا انه ممكن الواحد يستفيد منه؟ بداية انا اخذت اراء الناس يلي حوالي، بس بالاخير كان القرار الاخير الي، يعني قررت قلت بعطي لحالي فرصة وبجرب، لقيت حالي اني عم بستفيد وبفيد يلي حوالي، ليش لا بستمر، لقيت حالي لا ما عم بستفيد وعم بضيع وقت على الفاضي، فخلص بسكر هالقناة وصلى الله وبارك. بس بسم الله وما شاء الله، عن جد التفاعل على الفيديوهات يعني عن جد كتير حلو، عن جد يا صبايا والله بتشكركم من كل قلبي، يعني أنا ما في فيديو بنزله إلا بتجي عليه مشاهدات وبتجي عليه تعليقات حلوة، وشو بدي أكتر من هيك؟ أساساً أنا لما فتحت القناة قلت إنه عن جد هيك محتاجة لأصدقاء ومحتاجة لأخوات، وبإذن الله مع بعض رح نكون أحلى أخوات، وعن جد بتشكركم من كل قلبي على الدعم، وبإذن الله بوعدكم إنه القادم أحلى وأحلى. وهون بيكون صارت طبختنا جاهزة، شوفوا لي يا صبايا هالفاصولية بسم الله وما شاء الله مفلفلة ولا هي مخبصة، وهيك الحبة على حالها ما شاء الله تبارك الرحمن، والله شي بيشهي القلب. هون حطيت جنبها صحن مخلل وغسلت شوية نعناع وشوية فليفلة، والله يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. ولهون بيكون خلص الفيديو والروتين تبع اليوم، وصار لازم ودعكم، وان شاء الله بشوفكم بفيديوهات وروتينات جديدة على خير وهدات بال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام.